في اشعار بيوت ب 100 جنيه ونحن لا طبعا ما في هيك شيء. ما في شيء اسمه ب 100 جنيه، اقل شيء ب 2000 جنيه. اقل شيء حتى بالمناطق الشعبيه نواره، هي المناطق الشعبيه ما بتنسكن يعني بالنسبه للسوري ما احسن يسكنها لان هي ولا حتى المناطق الشعبيه لو انا حتى شوف المطر ولا حتى بس ان السوريين اصلا عملوا لحالهم المناطق. فكرة انه في بطالة بمصر، في بطالة بمصر بس الاسباب تختلف لانه الشعب المصري متعود على موضوع انه بس يتخرج من الجامعة الدولة توصفه، فإذا ما وظفوا الدولة فهو ما بيشتغل، بيستنى حتى يجي التوظيف من الدولة وهيك.